انا برد عليه على لا مو موضوع صحيح. تطرقت لمرزوق الغانم وللوفد الشعب اللي راح. اولا هذول النواب يمثلون الشعب، ولما يدعم يمنع على مستوى. طيب. ولا اعتقد في عيب، ولا اعتقد في انتقاد، ولا اعتقد في شيء يضرنا احنا كوفود او يضر الشعب الكويتي. الافضل يتدخل مجلس الامه او الشعب. ابو محمد اسمح لي، رد عليه. اسمح لي. الافضل اسمح لي يتدخل مجلس الامه يصدر قانون يعدل. يهدي اسمح لي. عرفت؟ ويوم رحنا هناك رحنا حق اخوان واشقاء. هذا موقف ما شيء. ابو محمد موقف ما يخالف، ما يخالف. يعني تشك في موقف قطر او البحرين اسمح لي. انت لو بغيت تروح حق اهلك. ما يحتاج. لا بس وهذا اهلنا، لما رحنا لهم رحنا حق اهلنا وناس اقرباء لنا. واعتقد مو بالرياضه، هم في امور كثيره ما نبي نتطرق لها وقفوا ويانا. وعندك شك في مواقف؟ عندك شك في مواقفهم لو ما زرتهم مثلا؟ بس لازم اوصلهم، لازم اوصلهم اروح لهم. ليش انا ارفع التليفون عليهم واتكلم معاهم وانا قاعد في مكاني؟ لازم اروح عشان اقدر هذا الانسان واقدر هذه البلد. انا لما رحت حق رئيس الاتحاد كاني رايح حق انا الشعب كله، لكن هو يمثل رياضه معينه. هذا التقدير اللي احنا رحنا عشانه. احنا نعرف نقدر بالتليفونات وبالرسائل، ولا شان العالم كله وفوت تطير، بس احنا رحنا نقدر الناس عشان اللي صاير لنا مو سهل. اللي صاير حق الكويت، الكره الكويتيه، مو سهل ان احنا ما نوصلهم. بالعكس لو هم يمكن ابعد منا بعشر ساعات رحنا لهم قبل اي ناس. لذلك انا هذا اللي بقوله، دعم يمن رئيس المجلس دعم شعبي كبير. احنا اللاعبين رحنا كلاعبين لان كره القدم ايه مين اللجنه الاولمبيه. رحت لاني انا لاعب منتخب الكويت وحققت انجازات مع زملائي، ها، وسوينا تاريخ للكره الكويتيه مع ناس اكفاء. لا يمكن يضيعون ناس قاعدين صار لهم 5 سنوات 6 سنوات، تاريخ كبير هز الكره الارضيه، اسم الكويت ما حد يعرفه، عشان اي واحد او اثنين يضيعونه بجره قلم. هذا لا يمكن نسمح له. يوم جاتني الفرصه بروح انا خدم بلدي واتحرك حق بلدي واعطي بلدي. تمنعني؟ لا ما امنعك، بس خلني انا ما سويت شيء غلط عشان انت تقوله انا سويت الشيء الصح. بس ما في الطريق الصح. لا شيء الصح. ليش؟ شنو اللي فيه الغلط؟ اللي انا رحت لهم شنو الغلط؟ الاصلاح من شنو الاصلاح داخل مجلس الامه. حاولنا لكن اللي هني ما يبون. حاولنا مجلس الامه ما يبي. مجلس الامه تحرك وسوى مجلس الامه كل اللي يقدر عليه. انا اللي قاعد اقول شنو سوى؟ انا اللي قاعد اقول لحظه، التاريخ اللي انبنى هدوا ناس باسبوع. عرفت؟ باسبوع هدوه. منو الناس؟ احنا قعدنا محمد خليك اللي موجودين بالاتحاد. قول خلنا موجودين. احنا نتكلم اللي موجودين. انا قاعد اتكلم من سنه 2007 الى يومنا هذا. شنو انجازات الكره الكويتيه؟ احنا قاعدين نتمرمر من داخل لان الناس قاعد تتكلم ويانا. وين ايامك؟ وين ايام جاسم؟ وين ايام فيصل؟ وين ايام العنبري؟ وين هذا؟ انت على بالك سهل؟ لا مو سهل. لما احنا نطلع ونحقق هالانجازات عن طريق دورات خليج واسيا وتوصل اولمبياد بدولة صغيرة نقطة ما تبين. نعم. الكرة الأرضية. نعم. أي الناس يهدونه. والله لو شايف أنا في شيء جيد في تطور وأقول ما يخالف في، لكن قاعد أشوف وأنت تشوف وكل من يشوف. صحيح. قاعد تأخر. ولمتى تضيع الكرة الكويتية؟ ولما تبيني أروح برد على الساحة الرياضية بأي طريق لازم أحاول أنا أروح، أي الطرق لازم أسلكها عشان أرد الكرة الكويتية عشان ترد الساحة الرياضية؟ عندك توقف قدامي؟ عندك طريق واضح. انت توقف قدامي؟ عندك طريق واضح. انا بروح على الطريق هذا اول شيء. غلط. وبعدين غلط. لا مو غلط. مضيعة وقت.